يقول إنني أحس بأنني قليل الذكاء وإن هذا الأمر يتعبني كثيرا في حياتي، فتوجهت إلى الله ودعوته راجيا قبول الدعاء، وقد ألححت في طلب الدعاء لأنني علمت بأن الله يحب العبد اللحوح في طلب حاجته، وقد بدأت بهذا الدعاء منذ أكثر من سنة. هل يقبل الله مثل هذا الدعاء؟ وإذا كان القبول ممكنا فما هو السبب الممكن لمنع قبول الدعاء وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الدعاء أمر مطلوب، والإنسان يدعو الله عز وجل بما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه. الله أمر بالدعاء على سبحانه وتعالى، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه، قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة. المسلم يدعو الله بكل ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، والله يحب من عباده أن يدعوه وأن يلح بالدعاء ويكرر الدعاء، لأنه سبحانه وتعالى غني كريم ولا يتبرم بإلحاح الملحين وسؤال السائلين، فإنه يحب من عباده أن يكثروا من دعائه. فما ذكره السائل من أنه يكثر من الدعاء لأن يهبه الله ذكاء وفهما، هذا أمر طيب، وطلب الفقه في الدين وطلب الفهم هذا أمر مطلوب، لأن ذلك يعينه على عبادة ربه ويعينه على فهم دينه، فهذا غرض مطلوب وغرض جيد. فليمضي السائل في طريقه وفي دعائه لله سبحانه وتعالى ولا ييأس من الإجابة، وليتحرى أوقات الإجابة في الدعاء في ثلث الليل الآخر، الدعاء في أدبار الصلوات، والله جل وعلا قريب مجيب. المهم أن الإنسان لا يمل ولا ييأس ولا لأن دعاءه عبادة وهو مأجور على ذلك وحري أن يستجاب له. أكثر من الدعاء أيضا في السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.